خليك معي يا صديقي والسلام عليكم. معنا اليوم لعبة جراند سان أندرياس، الكل يبحث عنها بدون تكميل من الداخل، يعني بدون تعميل من الداخل. فعلى العموم فهمتم قصدي أيضا، فلكان نطيل عليكم، فيا الله بينا. ما تشاهدون معنا يا أصدقاء، نحن معنا لعبة جراند سان أندرياس، ولكن بدون يعني بدون ما تقوم بتظهر لك تلك المشكلة من الداخل، لأنك في الأصل ستقوم بتجربة هذه اللعبة كاملة بدون أي مشاكل. فكما تشاهدون معنا، فكما تلاحظون نستعرض لكم الآن بعض من الجيم بلاي في اللعبة. شاهدوا معنا جرافيكس رهيب، ما رأيكم نستمر في نعم نذهب مثلا إلى هنا. يجب علينا الاتصال، هيا نقوم بعمل لكم مستويات أخرى ونقوم بإكمال لكم السلسلة أيضا. نحن الآن ثالث مرة نقوم بتجربة لكم لعبة جراند سان أندرياس، هيا نذهب إلى هنا. نعم على بركة الله، نقوم بعمل تخطي. هنا هذا المستوى، من لا يعرفه على العموم. نقوم بإطفاء الراديو ونذهب يا أصدقاء في ذاك المهمة. صراحة الجرافيكس أفضل جرافيكس، وهو هذا الجرافيكس الخاص بجراند سان أندرياس. فكما تشاهدون نعم الآن يعني هنا يبدأ ينادوا بالكلام، نقوم بعمل تخطي. هيا اركب اركب، نذهب إلى المكان الآخر لأنه في المهمة هناك في الشارع الآخر. نعم هذا يجب علينا قتله. على العموم نحن سنختار هذا الشيء. نعم على هذا الشكل. واو شاهدوا الجرافيكس على هذه الواجهة، يا سلام. نقوم بعمل تخطي إلى أين من جديد. هيا اركب يا صديقي كما تشاهدون. كاد أن يقبض علينا ذاك الشرطي صراحة، كاد أن يقبض علينا كما تشاهدون. هيا نأتي إلى هنا. نعم نختار هذا الشيء أفضل. نقوم بعمل تخطي. نقوم بقتل فقط بهذا الشكل. نعم قمنا بقتلهم الآن، هيا نخرج. نعم هيا نخرج، تجاوزنا هذا المستوى على العموم. تعيدوا معنا إلى الشرطة، الشرطي يجب علينا أن يقف هناك. نعم هيا اركب يا صديقي، نفتح الشاهدون ماذا فعلنا بالشرطي. نعم تجاوزنا هذا المستوى فكما تشاهدون معنا يا أصدقاء، على العموم نستمر لكم في المزيد من الجيم بلاي. صراحة النسخة رهيبة، هيا ندخل إلى الجيم بلاي الآخر
الذي يلي هذا المستوى كما تشاهدون. هنا على ما اعتقد سنذهب كلنا لمحاربة المافيا على العموم. نقوم بإطفاء الراديو. أول شيء يجب عليكم أن تتذكروا هذا دائما، يعني ضروري تقوم بإطفاء الراديو، يعني على حسب أنا لأنني أقوم بتصوير مقطع لا يجب علي أن أترك الموسيقى من أجل حقوق الطبع والنشر كما تشاهدون. أوه ماذا فعلنا؟ نعم هنا سنقوم بزيادة الصوت. واو على هذا الجرافيك صراحة. واو إلى السي جي صراحة تغير ملحوظ بينها وبين النسخة العادية. هيا نقوم بعمل تخطي. نعم لم يتبقى اي شخص. فعلى العموم قمنا بتجاوز هذا المستوى. نعم شاهدوا معنا إلى كيف نقوم بركن السيارة. هيا نضغط على تخطي. على ما أعتقد يجب علينا إيصال بيك سموك إلى منزله. هنا تبدأ المهمات الرائعة صراحة. واو على هذا الجرافيكس يا أصدقاء شاهدوا معنا. يا سلام هنا يعني كل واحد ويذهب إلى مكانه. فعلى العموم يا أصدقاء هذا هو المقطع الخاص بنا. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. فدمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم.